أسعد الله مساءكم وجزء له من أنباء من التناصح. أفاد المستشار الإعلامي بوزارة الصحة الأمين الهاشمي للتناصح مساء الاثنين إن مواطنين اثنين قتلا وجرح آخرون جراء استهداف منزلهم بمنطقة السعدية. وأوضح الهاشمي أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى وهم يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة. يشار إلى أن ميليشيا حفدر ومنذ بداية عدوانها على العاصمة طرابلس تستهدف المدنيين والأحياء السكنية. أصيب 5 مسعفين إثر استهداف ميليشيا مجرم الحرب حفتر لمستشفيين ميدانيين بوادي الربيع يوم الاثنين. وبحسب المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب فإن الاستهداف كان مباشرا بصواريخ الجراد. نعى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صباح الثلاثاء أول رئيس للحكومة الانتقالية الليبية بعد ثورة 17 من فبراير عبد الرحيم الكيب بعد أن وافته المنية إثر نوبة قلبية تعرض لها عن عمر يناهز 70 عاما. وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن الراحل عبد الرحيم الكيب كان يمثل قيمة سياسية وإنسانية كبيرة وإنه لم يتوانى في خدمة الوطن والمواطنين. قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له أمس الاثنين إن المجرم حفتر انقلابي ويقوم منذ زمن طويل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقوانين الدولية بليبيا. وطالب أردوغان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إجبار حفتر على إنهاء الأعمال التي يقوم بها في ليبيا ومحاسبته على ما ارتكبه من انتهاكات. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له الاثنين عن تعافي 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في وقت سابق. جاء ذلك بعد أن أظهرت النتائج المخبرية المرجعية بالمركز الوطني سلبية 58 حالة تم الكشف عليها ليصل ذلك عدد المتعافين من المرض إلى 14 حالة من أصل 51 حالة أصيبت بالفيروس. نهاية موجز دمتم في حفظ الله ورعايته.